لسه
صلع وانا عم بعملها كمان كملها الجميع والضيوف الكرام. حمدا وشكرا لرب الأنام على الشمس والنور بعد الظلام. أيا رب اسمع صلاة الصغار وبارك علينا بهذا النهار. اسمحوا لي أن أدعو رئيسة البرنامج السيدة ريا منصور لإلقاء كلمتها فلتتفضل. ريا قبلان بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، إنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن أقف أمامكم أيتها السيدات والسادة وأطفالنا الأعزاء مرحبة بكم ومباركة حضور هذا الرعيل الطيب من الأمهات الفاضلات في هذا البلد الحبيب الذي يجمع في رحابه من كل الطوائف والعائلات والتيارات على الفضيلة والمحبة والصفاء. ومن هذا الصرح، صرح المحامد الذي يضم بين جدرانه الفضائل والوعي والقيم وتنطلق إشعاعاته فتضيء قلوب الكبار والصغار في هذه القرية وتنير العقول والبصائر. ولكم دخل هذا المركز من أرتال عديدة من الناس وخرجوا منه وهم أكثر استنارة وأوسع علما عن طريق الدورات التي انضموا إليها والنشاطات التي شاركوا فيها. ومن ضمن هذه النشاطات الكثيرة والفعاليات الجمة دورة الإذكار المتوخى منها أن تدرج الأمهات على المشاركة في تشجيع أبنائهن وتحبيب المطالعة إليهم وتنمية المواهب لبناء جيل جديد مستنير يستطيع ضمان مستقبل أفضل وبناء مجتمع فاضل مترابط واعٍ يستعين به الكبار
بسواعد الشباب وطاقاتهم، ويهتدي به الشباب بخبرة الشيوخ وحكمتهم، ويحفظ كل منهم حق الآخر وكرامته، وهذا هو المجتمع المثالي. وكما قال الشاعر: البيت لا يبتنى إلا له عمد، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. ولا يسعني هنا إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لحضرة السيد المدير السيد معين منصور، الذي لا يأل جهدا في سبيل تطوير وتوسيع نشاطات هذا المركز رغم المشاكل المادية التي يعاني منها المركز. وأشكره شخصيا على دعمه وتشجيعه مشروع الإتجار، الذي لا تخفى على أحد أهميته ومكانته التربوية في المجتمع. كما وأخص بالشكر الجزيل جميع المرشدات اللواتي حملن الأمانة والمسؤولية بكل نجاعة وإخلاص، وإنصافا لهن أتوجه إليهن بقولي: لقد قمتن بالواجب في سبيل إنجاح هذا المشروع الهام خير قيام. ولولا تفانيكن في إداء الواجب، ولولا تضحياتكن، لما استطعنا القيام بما قمنا به. بارك الله تعالى فيكن ووهبكن الخير والصحة والسعادة. أكرر شكري لكم جميعا ولكل من ساهم في إنجاح هذا المشروع الهام. وفقكم الله جميعا لما فيه الخير العام، وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وشكرا. إنني اليوم صغير أدرس العلم الثمين، كي نرى مني بلادي في غد خير معين. أدعو السيد جابر أبو ركن مدير قسم المعارف والثقافة في المجلس المحلي ليلقي كلمته، فليتفضل. هذيك العادة. شكرا. الأمهات الفاضلات، طلاب وطالبات، الزملاء، السادة، المجلس المحلي في أسفيا يقوم بدعم هذه الفعاليات والنشاطات معنويا وماديا. رئيس المجلس يعتذر عن عدم قدرته أن يكون معنا موجود هون، وكذلك الأعضاء والموظفين. فباسم رئيس المجلس المحلي سيد شريف أبو ركن والأعضاء والموظفين جميعا، نتمنى لكم فعالية نشيطة. أنا بتذكر قبل حوالي 5 سنوات لما بدينا في برنامج الأذكار مع وزارة المعارف والثقافة، سألونا سؤال: هل نشاط من هذا النوع ينجح في قرية مثل أسفيا؟ كان في علامة سؤال، يعني أنه هذا المشروع بدأ في بلدان ثانية، ولكن ما كناش متأكدين 100% أنه ينجح أو لا. مع كل ذلك تحدينا التحدي، اسمه الأذكار التحدي، برنامج التحدي. فكان في هون تحدي على إدخال برامج وفعاليات ثقافية تربوية تعليمية للسن، الأطفال والسن الصغير من سنة لحد 5 سنوات. وهي المرحلة حسب رأي المربين وعلماء النفس، أول 5 سنوات من عمر الإنسان هن بيقرروا مستقبله في خلال عشرات السنين لقدام، من ناحية قدرات عقلانية ونفسانية وعوامل ثانية. فاليوم شيء مفرح، شيء مصر جدا، انه نشوف في اميات وطلاب طالبات اللي مشاركين في هذا البرنامج. كان بدي يكونوا مندوبين وزارة المعارف موجودين هون من شان فرجيهن النتائج تبع الفعاليات الناجحة. نتقدم في الشكر خاصة للمركزة اخت ريا قبلان والمركزات وطاقم المرشدات معها، والمركز الجماهيري والاخ معين منصور مدير المركز على الفعاليات والنشاطات، الدعم الدائم لمثل هذه النشاطات. نتأمل للجميع فعاليات نشطة وممتعة، وكل عام وانتم بخير. يعطيكم العافية. يظن الكبار بأني ضعيف كغصن نذي لواه الخريف، ولكني زهرة في الربيع، فمدوا يديكم وشدوا يدي لنرفع حولي سياجا منيع. أدعو مدير المركز الجماهيري السيد معين منصور ليلقي كلمته، فليتفضل. لو ترفعوا هذا شوي. عم تنتظر.
سيداتي النساتي إخواني زملائي مساء الخير. فكما عودناكم في الماضي نحن بصدد أطفالنا وأحبائنا الصغار الذين بالنسبة لنا كمركز جماهيري كأسرة المركز الجماهيري هم عماد المستقبل. فنحن جدا سعيدون بهذه المناسبة، وكما ذكرت في كل تخريج فوش نتعامل وإياكم أنتم الأمهات، أنتم معشر الأمهات الفاضلات اللواتي تقمن بمشاق العمل والتربية، تربية الأجيال الناشئة في ظروف ربما كانت صعبة بالنسبة للبعض. ومع كل هذا فأنتم والمرشدات ومرشدات المركز الجماهيري تعكفون على تربية أطفالنا خير تربية ضمن وسائل إيضاح وضمن تعليمات وقوانين في التربية الحديثة لما هو في خير تربية لأطفالنا ولجيل المستقبل. فكما تعرفون الكراسات التي ترونها في بيوتكم مع المرشدات، مرشدات المركز الجماهيري، حضرت خصيصا في معهد خاص للتربية الحديثة في جامعة العبرية في القدس. ونحن بدورنا كمركز جماهيري تبنينا هذا المشروع ودفعنا به إلى الأمام، لأننا نعرف كما تعرفون إذا استطعنا أن نربي الأجيال وأولادنا من سن 1 إلى 6 سنوات تربية سليمة وناجحة فنحن يمكن أن نقول أننا قطعنا شوطا كبيرا في مجال التربية والتعليم. لأن شخصية الطفل تصقل في أول 5 أو 6 سنوات فقط، يعني إحنا اللي هون فاتنا القطار وللأسف، ممكن تثقيف الابن أو البنت، ممكن تعليمها، ممكن إرشادها بعد سن 6 سنوات، ولكن صقل الشخصية، تعليم الشجاعة، الانفتاح، حب المعرفة، كل هذه الأشياء يمكن. هزي على اليمين، هزي على الشمال، هزي لورا، كيفا يلا حارتنا. تعال سقفوه لزعب حامي، برافو. كيفا يلا حارتنا يا شيك بطريين، شو ركبي بطريات تركيك يا رنو بطريات توريسي تطلع صوتكو أعلى. يلا حارتنا سروا أرعتنا، يلا أرعتنا فيه. يلا كل ما بعض بدنا نزقف وبدنا نشوف مين راح ياخذ اكبر عدد من البالونات ومين اللي راح ياخذ الجائزة الأخيرة. كيفا زق فوق الراس، اشوفها هي زق فوق الراس كلنا سوا.
بيعمل هيك لفوق المبسوط يعني برافو بتجننوا انت مبسوط وفرحان قول اتجار هاي بس ما انبسطتوش بتجار بلا بدنا بصوت عالي نقول انت مبسوط وفرحان قول اتجار انت مبسوط وفرحان قول اتجار هدية بالآخر حلو كتير مين بده يظبط يعمل ايديه زي عصافير كيف هاك مين مبسوط يقول هي يا قد ما بتاكلي شوكولاته كيفك مبسوط وفرحان اضحك بدي اشوف مين احلى ضحكه وين الضحكه الحلوه يا احلى الحلوين مبسوط وفرحان تعال شوف ايوه انت 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 ارتعب وين السقفين ايها وين يلا نشوف يا حلوين وشاطرين على فكره انا كثير سعيد يا مان كثير سعيد ان انا الاقي اولادي وبدجر لان كل الحلوين وشاطرين وبيطلع لي السقف حلو مع هيك يا حلوين ويا شاطرين بدنا نلعب لعبه حلوه وبدنا نشوف مين رح ياخذ بالونين مش طلعنا حد بالونين اللعبة بتقول فتح يا ول نفتح ايدينا على الاخر يلا نشوف فتح يا ول يلا نحن زي الورد نفتح بجننه فتح يا ول غمض يا ول اطفال حلوين بيعوي بس يلي بظبط حالك يا تسأله قد ما شتيت حالك كيف حالك بطلت يلا مع بعض فتح يا ول غمض يا ورد اطفال حلوين بعمر الورد فتح مش سامع فتح غمض اطفال اتجار مثل الورد ايدينا لفوق فوق الراس يا شوف ايدينا لفوق فوق الراس ايدينا لفوق بعدين ايدينا عالكتاب فتح يوم ابن زائف زائف حالي رهيب المرشدات كمان يشتركوا معنا برافو ايدينا لفوق فوق الراس بدي اسمعك يا حلوين ايدينا لفوق تعال انت تعال تعال الله يسح ما بطلوا لك زي كده عطوا زائف حالي اشوف يا مين كمان بيطلعوا جاي ايدينا لفوق بعدين ايدينا عالكتاب فتح غمض اطفال حلوين بعمر الورد ايدينا لفوق زي العصافير يلا نرفرف يلا 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 نرفرف يلا نطير فتح غمض اطفال حلوين يلي بظبط الحركات بالظبط 100%
مش شارع.
حالكم حوالا والطاحون مسكنة فيها وين لك حول مقص وهون مقص وبنت القاضي خبطها هون مقص وهون مقص وبنت القاضي ولك ساعة بتوفي ساعة مقص مش بطل عليك اليوم هون مقص وهون مقص وبنت القاضي لا مش فاضي هون مقص وهون مقص وبنت القاضي برافو عليك بترقص رقص عبدالله زقفونا زف حالي كيفا هاي هون مقص هون مقص وبنت القاضي بترقص رقص في كمان واحد بتقول شو اسمي شو اسمك؟ شو بتبيعي؟ صابوني انا بقول شو اسمك انتو لحدوحة انا بقول شو بتبيعي انتو صابوني وين الغلة؟ السلة يا ماما شو اسمك؟ شو بتبيعي؟ صابوني لك وين الغلة؟ السلة تاكلي كابا صايمة تاكلي كابا مش خشي جيبولي يعني وانا بقول تملي كابا تشربي شراب دائما يا ولاد حارتنا صاروا في كثير مناني فولكلوري للاطفال ومن هيك كانت الماما تروح على الشغل ولما كانت تروح على الشغل كانت تتركني عند ستي بس وانا صغير كنت انتبه كثير Please fuck the seat back. You wanna go to USA? What am I saying? Barbie girl. ورايحين على أمريكا. يا يا حبيبي خلنا نقص مع باربي.
كيف ما كان يلا فريق اللي يمشي. We wanna go to Paris. Please pull the seats back and we wanna go please. No smoking in the train. رجعوا في الأحزمة صارت لقوة الانتراع صار الانتراع مع التدخين يسيو لبدا عمر. We wanna go to Paris. We put the love in the train عمر. وصلنا فرنسا بس قبل لا ننزل على فرنسا بدي الصغار الحلوين هدول ينزلوا على المسرح عوام لانه في كهرباء هون عمرو. كل تنين كل واحد ينقي صاحبه كل واحد ينقي صاحبه وكل تنين قدام بعض. تعال تعال نصور تعال شو هذا؟ تعال يا زلمه مسح الزلمه. طيب كل تنين يوقفوا واحد قبال الثاني كل تنين واحد قبال الثاني وايدينا فوق لا هيك قبال الثاني واحد ورا الثاني مسبوس تعال مسبوس مسبوس انتوا يا رباي اشوف ايديكم لفوق وبدنا نرقص رقصه فرنسيه معروفه برقصه العصافير بتعرفوها؟ تيرا لا 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 وين فراش مخبب عشونا للدنيا. يا بابا الحاضرين يا حبيب كيفك؟ Yeah.
والتريم بده يمشي، التريم بده يمشي ونروح على جزيرة الأحلام. جزيرة أعطيني اسم جزيرة الأحلام وحكايات الساتة، ونرجع 20-30-40 سنة لورا ونتذكر الساتة وحكايات الساتة وحكاية ستي محلاها يا محلاها. ملكة بتريك وصلنا إلى جزيرة الأحلام. كل واحد يقعد ويقرمز على الأرض. أشوف نقرمز على الأرض، يلا تعالوا يا حلوين بدنا نقرمز على الأرض ونسمع حكاية من حكايات التيتا. مين التيتا بتحكي له حكاية؟ ومين الماما بتحكي له حكاية؟ بس الماما أكيد تعلمت من التيتا، والتيتا تعلمت من تيتتها. ومنقول حكاية ستي محلاها، تقول ياي محلاها. يلا نسمع حكاية ستي محلاها، ياي محلاها. كيف محلاها؟ كيف تجنب؟ حكاية ستي محلاها، ياي محلاها. أعلى صوت وقت أربع مرات. يلا نشوف حكاية ستي محلاها، ياي محلاها. كل ليلي بستناها، يلا يا موروني فهمنا معناها، ياي محلاها. وحكاية ستي محلاها، ياي محلاها. الصوت مش طالع ولا ما فيش صوت، يا بتعلموا صوت. وحكاية ستي محلاها، ياي اللي بستناها، ياي محلاها. ويلا يا موروني فهمنا معناها، ياي محلاها. لكن الحكاية في معنى، ياي محلاها. تعالوا افهموها معنى، ياي محلاها. ليلى الحمرا والسنديدة، ياي محلاها. وعلاء الدين من بغداد، ياي محلاها. وحكاية ستي محلاها، ياي محلاها. شو بدكم نغنيها مع القول؟ وعلى صوت إلو كم بالون يا رايا؟ أربعة. خلاص بكفي؟ أروح؟ خلاص طيب يلا نشوف. يا غي حلوين أنا فكرت أروح خلاص؟ نشوف. يلا نسمع حكاية ستي، يا الله شو محلاها والزفة، وعلى صوت إلو جايزة. Yeah.
اليونانيه والترين بده يزمر. جزيرة الأحلام في جزر كتير في اليونان. وصل 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 الترين.